السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا مولانا؟ الحمد لله. مولانا لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك على الفايدة بتاعت رأس المال اللي في عمولة بتيجي كده فايدة كل ربع سنة، فايدة ربع سنوية يعني بتيجي على رأس المال اللي بتسافر في البنك، يعني فوائد ربوية ولا إيه بالضبط؟ ولا أي حاجة، ده فلوس متسابة في البنك بقى فترة بتيجي عليها فايدة كل 3 شهور مبلغ. طيب فايدة ربوية. أكيد ما طيب لا تأكلها، تصدق أخرجها على سبيل التخلص منها. أنا كنت كلمت حضرتك قبل كده وحضرتك قلت لي الكلام ده تمام. فأنا مولانا بطلع من معايا المال الخاص وما بروحش أسحبها، يعني بطلع المبلغ اللي اتبعت لي من المال الخاص أنا ما بروحش أسحبها، ولا لازم أروح أسحب لا ممكن تطلع من مالك الخاص لا إشكال. يعني أنت تنظر كم هي، إذا مثلا 1000 جنيه بتخرجها أنت من معك 1000 جنيه وتترك الألف في مكان الألف لا بأس. تمام أنا بعمل كده. لا بأس. جزاك الله كل خير. وياكم.